قامت البسوس وأثارت ابن أختها ومن معه من أنصار من ربيعة بقصيدة ويسمونها العرب هذه النوع من القصائد يسمونها العرب قصائد الفناء وأيضاً الموثبات لأن تجعل الرجال يتحمسون أثارتهم لأن كليب قتل ناقتها. طيب لو أن صبرت وسكتت ناقة يعني هي المسألة ليست يعطونا 10 نياق لكنها لم تكتفي بل أثارتهم وكتبت الشعر اللي ما زال خالد لليوم هذه الشاعرة وهي شاعرة متمكنة فقامت الحرب 40 سنة أكلتهم أكلاً. والبسوس بنت منقذ جميلة وكانت عدستي عينيها زرقاوان وهذا اللون قليل عند العرب بل إنه نادر الزرقة في العين نادرة نراها أحيانا في عندنا في الجزيرة العربية لون جميل على اللون البرونزي يعطي لون جميل إذن هي كانت جميلة وكانت أيضا شاعر.